ومن أجواء العيد والأجواء الحلوة اللي موجودة معانا بالاستديو والوجوه الجميلة والشيف محسن معانا هلا. ده أنت اللي مشرفها. الله يسعدك. مكملين معاكم فقرات برنامجنا لليوم. الفاصل الأول عملت معانا بضل أقول لك مريان، أنا بضل أقول لك مارين، عملت معانا الفطر المصري وكان طعمها كثير كثير حلو، ورحت التومة معبقة كمان المكان. معلش الدنيا عيد فبنسامح اليوم، مش مشكلة من مرة. والفاصل الثاني أنا عملت الكعك تبع العيد بس عملناه بطريقة جديدة اللي هي بالجبنة الكريمي، وهلأ إحنا حطيناه قدام الجمهور بدهم يدوقوه وإن شاء الله إنه يعجبهم. لجنة التحكيم. لا جميل بصراحة، أنا أكلت منه جميل وطري جدا. صحة وعافية يا رب. وسخن جدا زي ما احنا بنقول عليه نرمي، ناعم مش 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 مقرمش ومش ناشف. لا صح. لا حاجة. لو جربتي تشربي معاه شاي شاي تبع محسن. يلا الشاي بتاع الشيف محسن. الشيف محسن ما ينفعش يطلع بالمنظر ده. صحة وعافية يا رب. وهلا بدنا نرجع نكمل فقراتنا ونشوف الشيف محسن ايش محضر لنا النهارده. ان شاء الله هنعمل القطعة دي. ايش اسمها القطعة دي؟ بتبقى يا جماعه بتتاخد، يعني احسن حته ليها بتتاخد من الفخده، حته اسمها سكانيلو. انا ما اعرفش طبعا بالعربي ايه بس انا بقولها بالايطالي. بتتحط من تحت الفخده، من تحت بيطلع الزند ده او العرق ده. العرق ده وده يعني ده انسب حاجه للي احنا هنعمله، للطريقه اللي احنا هنعملها. تمام. طبعا هو بيستوي 100% غير طبعا اللحم اللي هو الروز بيف بيبقى نصه بيبقى احمر، لكن لا ده هيستوي 100%. طبعا احنا عارفين ان قطعه لحم كامله كيلو بتاخد ساعه في الفرن. صح. كيلو ونص تاخد ساعه ونص، 2 كيلو تاخد ساعتين الا. وانت طالعه بقى كل ما بتزودي عدد الكيلوات تكون حته واحده. بس انا بتكلم على انها تبقى حته واحده. حته واحده بتزيد طبعا المده. بس احنا هنعمل ايه؟ هنحطها الاول نغير اللون بتاعها، نخليها تاخد شويه حراره في الطاسه، وبعد كده هنحطها مع الصينيه مع الحاجات بتاعتها دي وندخلها الفرن، وطبعا نتابعها. والعصير العنب الاحمر ده بيترش عليها وسط السوا كده، بنروح منزلينه عليها عشان ياخد ايه طعم عصير العنب بتاعنا. سؤال يا شيف، اتفضل. وسط السوا اللي على الطاسه ولا وسط السوا في الفرن؟ لا في الفرن. في الفرن. سؤال كمان للشيف، شايفتك انا مربطها للرحمه، تقدر تقولنا عشان لما اجي؟ لا هو مش موضوع سهل، ممكن تعمليها من غير، بس احنا يعني مثلا لو في اوتيل انت هتطلعي الشريحه للجست. لو انا ما ربطتهاش هتبقى ايه؟ حته كبيره من هنا. أوكي. ومش هتبقى مستويه، مش مرتبه. لكن انا بقطعها عشان لما اجي بعد كده اطلع تبقى شكلها كلها قطع متساويه. صح. بس اوكي احنا هنساوي بس دوت كده حاجه واحده بس زيت عباس ديت اللي هي مهمه. روزماري، انت صديقك الروزماري. طبعا. بيدي حاجه نكهه جميله يعني. انا هعمل كده بتحطه جواها قبل ما نحمر. طبعا عشان يدي بقى ايه يلزق وياخد ايه الريحه، يعني يدي ينزل الريحه بتاعته في اللحم. انا ممكن نشيل نبعد الابريق ده. هذا اتفضل. يا سلام. حلوه بيليا. بيليا خد لك حقك اهو. بيليا نعمل من هنا كده. ممكن تدخل مثلا بهارات تانية؟ ممكن. بصي يعني ممكن فلفل حب. انا ممكن بدل ما احطه كده ممكن اطحنه مع ملح وفلفل وثوم واتلفها فيها واعملها فيها. بس لا احنا مش عايز ايه الطعم بتاعه يبقى قوي قوي في اللحم. شيف محسن، يعني انا من اعتقد ان حضرتك من نفس المدرسه ديت، يعني انا بحب استطعم اللحم لحالي. يعني طبعا تابل اتنين بالكتير. ايه اللي يخليني احط توابل كتير على في طبعا ما نقدرش نقول لا في طبعا وصفات محتاجه. لا اللي بيقولوا عليه اللي هو الرز البرياني اللي مش عارف ايه الحاجات دي بيحطوا توابل كتيره جدا بتاع 10 توابل. ماشي، هي الاكل عايزه كده اوصلها كده. لكن هو ملح فلفل خلص الكلام على كده كفايه قوي قوي. وبعد كده الحاجات التانية هي اللي هتدي الطعم بقى. تمام. يعني الخضروات والحاجات دي، لان الخضروات دي المفروض يا جماعه بعد ما تستوي في الصينيه. لا ماشي ما بيحبش حد يساعده. لما تستوي في الصينيه بتتشال، وبعدين بيتزود لها بقى دقيق وشوربه ان كان في الامكان شوربه او كده، وبتتعمل بقى ايه الصوص اللي هيتحط على شريحه اللحمه. تمام. احنا هنعمل كده الاول، بعتها عن النار
لان زيت سخن مني وانا بتكلم. فعشان برضو انت تبقي عارفه تتصرفي ازاي، ابعديها عن النار وخليها كده شويه. بعد ما الزيت يبطل يطلع الشزر بتاعه ده هديت، خلاص هرجعها على نار هاديه تاني وابدا اتعامل بسهوله. يعني انت الهدف يا شيف من الخطوه دي ان هي بس تغير أسرع. اللون تغير لونه واسرع مساله السوى. بس لا، وبتهيالي كمان يا شيف علشان انت هتستخدم اللي هينزل منها في الصوص. طبعا. هو اللي هيعمل الصوص. يعني انا هعمل الصوص في الحل في الطاسه دي. انا هعمل كده وهبدا ان انا انزل الحاجات دي. اعمل معاك ايه شيف؟ لا ده ايه بقى يا شيف؟ ده جزر وكرات ده ولا كرفس وجزر وبصل. لا هنعمل كده، احنا بنحطه كبير كده. ليه بقى كمان حتى بنحط، وممكن نحطها نصين بس. تمام. عشان طول ما هو بيستوي الحاجات دي ما تدوبش مني. تفضل حتت، اما اجي اعصر تنزل لي صوص. يعني القطع الكبيره دي ليها مغزى، مش محطوطه وخلاص ونحط. لا، لان لو حطيتها هتدوب، لو رفيعه هتدوب نرميه وهيتشال الميه بتاعتها. صح. هتتحرق مني. لكن طول ما هي كبيره كده لا، مش هتنزل بس الصوص بتاعها وبعد كده ناخد. لكن بعد كده لما اجي اعصر، انا لان دول الشويه الخضره دول بعد كده المفروض ان انا هاخدهم اعصرهم. اوكي. انزل منهم شويه خلاصه، وبعد كده ابدا بقى ايه اعمل الصوص بتاعي. احنا ممكن دلوقتي ننقل بقى الطاسه يا شيف، مش كده؟ على ايوه كده صح، هديت اهي كده خلاص بقى، مفيش ولا بقى مفيش اي ريكس. ريسك يعني نعمله دي بعدين. اوكي. نستعملها. تمام. ابدا ان انا اغير بقى ادورها يعني. تقلبها. ايوه، عشان ايه يبقى اتحمرت. لازم. ولسه من الجناب برضه يا شيف، هنحطها على الجناب. والجناب بحيث ايه تغير بس اللون بس. تمام. طبعا الفرن بعد كده هو اللي هي ايه هيمشي لنا كل ده. انا طبعا ما حطيتش الملح دلوقتي، وممكن ما يتحطش على فكره، يعني ممكن ما يتحط، ممكن ما احطش الملح، ممكن احط الملح في الصلصه. مش عارف، لان هي هتتاكل، هتحطي صلصه على الوش وانت بتاكلي هتبقى الصلصه اوريدي خلاص متهيئه وايه. تمام. مظبوطه يعني. احنا بقى هنبتدي في الصوص امتى يا شيف؟ ها؟ هنبتدي في الصوص اما اشيل دي، بعد ما نشيل اللحمه. عشان ناخد الوصاله، عشان لما هي تستوي يبقى خلاص هو جاهز. تمام. انا بفضل دايما باللحمه نحط الملح اخر شيء، لانه بقولوا ان اللحمه اذا حطيت الملح عليها بالاول رح تشد معك، بتشد بس هو لا ده دوت في المسلوق. بالمشوي غير. لا بالمشوي لا، ممكن ممكن تحيقي تحط الملح مفيش مشكله. طب انا عايز اسال نانا. نانا انتوا ممكن تعملوا برضو، بتعملوا روسبيت من ضمن الاطباق اللي في العيد من طبعا في العيد؟ انت احنا بنعمل كل ما انت ممكن تتخيليه على السفره، ولا كل شيء له علاقه باللحمه؟ بالظبط كده. بس هو الطبق الرئيسي اللي يبقى بقى المين كورس بقى اللي هو الفته، هو ده بقى اللي بنغب فيها. الحاجات الثانيه دي بقى اللي انت بنغب فيها. يعني هو يعني كده وتعملوا ممكن العرق كده زي الشيف محسن مثلا. وتعملوا ايه جنبه؟ نعمل حاجات مشويه، نعمل كفته مشويه، نعمل فراخ مشويه. بس مش هتعملوا زي كده، ده لازم العرق بتاعنا بقى في العيد يتحشي توم. بنحشي توم وفصوص فلفل اسود حب. ونعمله زي كده برضو، نلفه في حبه زبده، مش زيت خالص، لا شويه زبده ونقطتين زيت عشان يبقى تقيل. ايوه مثلا انت ممكن تعمليه بالطريقه ديت عشان يبقى تغيير ونخف شويه. ايوه طبعا. بعدين بقى بس في العيد لا، لازم احط زبده. خلي بالك احنا بس بنعملها في الطاسه كده، لكن انت في البيت ممكن تحطيها تعملي كل الخطوات دي في صينيه. اللي هي هتخش كمان بيه الفرن. بالظبط، احنا بنعمل كده، بتبقى صينيه ونقفلها بعد كده كل حاجه تبقى فيها. تقوم وشفت دي برضو، فاكر حضرتك كنت عملت لنا الكرتوتشو؟ دي برضو ممكن تتعمل بنفس الطريقه، ممكن تتلف في الفويل بقى والزب. بس ده طبعا لمين يا كريم؟ يعني لواحد خايف يتحرق منه، خايف تبوظ منه، مش ايه؟ فنقول له لفها وحطها في الصينيه، وحط ربع الصينيه ميه. تغلي الميه من تحت الفويل. ليه؟ تحت الفويل الميه هتخلص. صح. لان انا حاطط شويه قليلين، مش حاطط كتير. عملت ربع العمليه او تلت الزمن خدته في سوا، افتح بقى انا الفويل دوت بعد ما الميه دي طلعت، وانزل بقى الخضره بتاعتي اكني لسه حاططها. اه ده بس ايه حاجات عشان اسرع
وقت زمن السوى بس بالظبط من كده. الريحة طلعت شكل تحايل يعني. تحايل. ده من كل الجوانب. شاورما حسيتها. كده انا بتشاورما عشان تاخد باللون كله. تمام. هنقطع بقى ايه من هنا كده. طب وهي قطعة اللحمة دي يا شيف فيها مثلا نسبة من الدهون ولا انا شفت دي لا؟ شلت لا القطعيات دي لا. بتيجي من الجزار لحم احمر بس. مش يعني هي كان فيها شوية دهون احنا شفناها هنا شلناها طبعا. الناس ايه يعني هو انا بتكلم طبعا على حدود الجست انا بتعامل مع جست انا بتعامل مع زباين مش هطلع انا زبون حته لحمه فيها حته دهنه يعني. مش منظر صح. مش صحي مش سليم مش سليم ل ل ل الشغل يعني الشغل مش صح طبعا مش هينفع هي دي كمان وخلاص لا وريحتها حلوه كمان مع التحمير ريحه جميله جدا كل شيء بيعمله شيف محسن جميل اكيد الله يحفظك كيف انا معاك انت زي الفل الله لا بس هي البساطه في يعني بصي لحمه ويا دوبك بس رشه فلفل وروزماري تقدري بقى تستطعمي اللحمه بتاعتك اخلص الحاجات دي بقى المفروض ان انا ايه ازود لها سنه ميه صغيره واعلي بقى عليها خالص ده الطحين حط بقى الملح نملح دي عشان الصوص ده كده ده عشان الصوص انا شويه لازم يتعصر اصلا مش هيتعمل ما ينفعش ايه يبقى كده عشان ده صوص ما ينفعش يبقى فيه حتت يعني حضرتك هتضربه بعد كده ولا هو بس لا بيتعصر هو المفروض بيتعصر بيتعصر يعني ايه بيتعصر بناخد الحاجات دي بنعصب بناخد عصا اللي فيه كولينو كده بيبقى اللي هو مخرم ده بتحط كله فيه وبتضغط المصفى المصفى اصلا ايه المصفى بينزل لك بقى العصاره بتاعت كل ده لانه استوى بقى مهري تنزل لك شويه العصاره دول مركزين دول فيهم الطعم بتاع كل الطعم الحاجات دي خلاصه تاخدها بقى وتتعامل بيها بقى ايه وبقيه الحاجه بتبقى جرش دي لا لا خلاص دي اختفت ولا خلاص بقى اختفت عملتها هي صوص بس هو تبقى صوص بس مش اكتر طب ايه مكونات الصوص بتاعك يا شيف مكونات الصوص بتاعي انا زبده وروزميري ودقيق وميه والصوص اللي طالع منه تمام والعصير العنب عصير لا ده مع اللحمه مع اللحمه اللي انت هتسقي بيه وهي في الفرن كل طب هلا اللحمه هلا هاي ايش تعمل فيها هتدخلها هلا الفرن هندخلها على الفرن بس ندخلها دلوقتي احنا هنعمل كده بس الاول نحط شويه زيت هنا كده تمام ممكن نشيلي امل الابريق والفاين الفرن شغال اظن تمام والفرن شغال هندخل دي شوف محسن عندي سؤال اتفضل هو يعني انا اعتقد ان حضرتك مش هتحتاج كميه الدقيق دي في الفرن لا طبعا لا لا. لا احنا هنحتاج بس عشان نربط بس ما هي امل بتقول لك زمان لي قناه البيت يعني قلنا بس انا امانه يعني انا ما قلتلهمش الكميه فهم طبعا الاولاد يعني يشكر الشيف اللي بيحضر لنا الحاجه لكن امانه انا ما قلتوش قد ايه انا ما قلتوش انا عايز شويه صغيرين هو انا كانت دقيق في السكيده لكن انا هحتاج مثلا معلقه او نص معلقه عشان نربط بس عشان نربط بس ممكن طبعا مش احنا عاملين احنا هنعملها بالميه بس طبعا لو في مرقه افضل هتطلع تعمل التست هيطلع احلى هلا بدها وقت كمان كتير شيف بدها كمان وقت كتير ولا خلاص يعني شويه لازم عشان لازم الخضار يستوي لازم يستوي كده احنا عرفنا الخطوات طيب. يعني بس ممكن تقولها لنا تاني برضه شوف كده اكيد انا همسك انا يا جماعه هعصر دول اوكي وحاجف في طاسه تانية او نفس الطاسه بحط زيت بزود بقى زبده وارمي الروزميري عشان يدي طعمه يطبع على الزيت بتاعي اوكي وبعد كده باخد شويه دقيق بروح حاططهم اشوحهم كويس اكني هعمل بشاميل ياخد لون بسيط كده واروح مزود ميه مع الضرب السريع ملح وفلفل هيطلع صوص تمام خرافي طيب احنا نعمله هذا بعد ما نطلع احنا هلا فاصل اكيد ونعمله أكيد. خلال فاصل ايوه وبنرجع لكم بعد الفاصل بنكمل مع الشيف محسن بنورجيكم العمايل اللي عملها والطعم الرائع اللي عم بيعمل فيه